صفوف فريق الشارجة. الآن تبديل آخر، تبديل آخر للمدرب سيريزو. راح نشهد المهدين سالم سعد إلى خارج الملعب بدلا منه محمد ناصر القادم من نادي الفجيرة، اللاعب ضمن دوري اتصالات في الدقيقتين الأخيرتين. فريق الشباب حتى الآن متقدم على فريق الشارجة. الآن كرة خطرة، محمد ناصر خطرة، هذه كان ممكن تكون أكبر وأكبر. حكم المباراة يحتسب 4 دقائق كوقت بدل ضائع من زمن هذه المباراة. كرة خطرة الآن محمد ناصر، أيضا الفرصة الثانية لمحمد ناصر، أيضا الفرصة الثانية لمحمد ناصر. نشوف دفاع الشارجة مش مركز وقليل التركيز وقليل السيطرة على الدقائق، والنتيجة 3-0. الآن الكرة خطرة هذه، عيسى عبيد محاولة شبابية، بدر عبد الرحمن لا يلعب عرضية خطرة هذه، أيضا الفرصة الثالثة، أيضا الفرصة الثالثة، وهنا إعادة تسديدة نواف مبارك. هنا الكرة العرضية اللي لعبت من بدر عبد الرحمن ومحمد ناصر حاول فيها، يعني دخل فقط في الوقت بدل الضايع أو في آخر 5